السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح الروبل. الموقع بيعطينا 1 روبل في رصيد السحب ومية روبل للشراء، بيديك شخصيتين قيمتهم 100 روبل، وفتح السحب ب2 روبل. ده واجهة الموقع يا شباب من الخارج، ودي إحصائية الموقع الاحتياطي والمدفوعات. هتيجي من هنا يا شباب عشان تسجيل، تحط هنا الاسم والايميل والباسورد، وهات الباسورد وتتعلم مع الكباتشا وتتعلم مع الشروط وتحل الكباتشا وتعمل تسجيل كده بقالك حساب في الموقع. الدخول هتحط البريد الالكتروني والباسورد وتعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب من الداخل. طبعا انا فتحت السحب هوريكم دلوقتي، اهو فتحت السحب 2 روبل وعملت اثبات سحب ب1 روبل زي ما انتوا شايفين. تقدر تسحب كل 12 ساعة من الموقع. هنترجم كده باللغة العربية. أول حاجة يا شباب تخش هنا على الأحرف اللي هي الشخصيات، هتلاقي مديك 2 من الشخصية الأولانية التالتة ديت قيمتها 100 روبل الاتنين. بعد كده بتيجي من هنا بتجمع أرباحك، بتدوس هنا تجمع أرباحك، وبعد كده بتنزل تحت أمين الصندوق ديت بتبيع ورصيد يضيف لك على السحب، على رصيد السحب. بعد كده يا شباب في عندنا مكافأة كل دقيقة، اهي يا شباب تحصل كده على المكافأة. بعد كده في ضغط على الإعلانات، اهي أنا شفت إعلانات كتير في الموقع وحصلت على حوالي 20 سنت منها. وبعد كده يا شباب في ايه تاني، رابط الإحالة من هنا اهو. بس يا شباب بعد يعني ما تسجلوا، طبعا اللي هيجي يفتح السحب بيجي من هنا زيادة الرصيد، بيشوف المبلغ اللي هيحطه في الموقع عشان يشتغل على الموقع. هو فتح السحب 2 روبل، وبتعمل توجيه للمحفظة وتحط المبلغ اللي انت عايزه. ودي كده يا شباب كل حاجة عن الموقع، وبكده أكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت دعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.